اشنو بغيتي والمغاربه؟ جاوبوني. سكتوا حتى نسولكم، صبروا شويه. واش بغيتيو؟ لا سمحوا لي، واش بغيتيو؟ ناس معقولين اللي يجيو يقولوا لكم الحقيقه، يقول لكم اودي ها جهدنا، ها اللي نقدروا نديروا، ها كيفاش يمكننا نحسنوا الامور تدريجيا. ولا بغيتيو اللي يجي يكذب عليكم، اللي يجي يبيع عليكم الاوهام، واللي بحال اللي كيتقال يوريك من الربح قنطار ويخسرك في راس مالك؟ هذا هو السؤال.